يعني. وبرضه عايزين نبارك اكيد لمنتخب الجزائر الفوز بلقب البطوله بهدفين، الاول سجله امير سعيود لاعب النادي الاهلي السابق في شباك تونس في الوقت الاضافي، والثاني في اخر ثانيه من احداث هذا اللقاء بعد ماتش اوروبي بمعنى الكلمه. كنا نتمنى نشوف منتخبنا بيأدي هذا الشكل من الاداء، الاثنين كانوا بيلعبوا كره قدم عالميه، والبطوله يعني الحقيقه كلها كان فيها ماتشات قويه جدا جدا جدا، ما اعتقدش ان يعني كتير من ماتشاتنا يتقال عليها الوصف ده. لا انا بتفق معاك جدا، وفي تفاصيل كتير هنتكلم مع كابتن عرابي بشانها، لان يعني محتاجين برضو نفهمها، وفكره برضو الاصرار على بعض اللعيبه ان هم يكونوا اساسي في كل المباريات، هل ده اصلا لمصلحه اللعيبه دي او اللاعب ده ولا لا؟ انا مش هتكلم على اسامي دلوقتي، لكن اكيد اكيد لسه في تفاصيل. بس زي ما انت قلت مبروك للجزائر على كل حال، منتخب الجزائري كده خلاص رفع كاس العرب لاول مره، يا كريم في تاريخه، وطبعا خلاص حرم نظيره التونسي من احراز لقبه الثاني في المسابقه بعد النسخه الاولى اللي كانت عام 63 بالمناسبه برضه. على كل حال مبروك لتونس المركز الثاني، وكانت زي ما انت قلت بطوله قويه، بطوله رائعه. وباي ذا واي او مناسبه برضه، انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي للفيفا قال ان البطوله هتفضل بتقام تحت مظله الفيفا، ودي حاجه اعتقد برضه مكسب من المكاسب بعد نجاحها الباهر. وكلنا برضه عارفين ان المره دي اول سنه هي بتقام تحت يعني اشراف الفيفا. هرجع تاني، والمشاهد اللي حضراتكم شايفينها طبعا، ويعني مش الماتش ده تحديدا ولكن في العموم لما كنا بنتابع، احنا مبسوطين جدا بالجماهير المصريه اللي كانت متواجده، مؤازره الفريق والمنتخب دايما في اي مكان بيروحوا، سواء بنتكلم عن الاهلي او المنتخبات بتاع منتخب مصر، يعني لا بجد بيبقى فيه روح حلوه جدا طبعا. المصريين ما بيتاخروش، وانت بتشوف حتى استقباله، هنتكلم بقى على الاهلي برده، استقبال الجماهير اللي بتبقى في اي دوله الاهلي بيروح بيلعب فيها بيبقى ازاي عامل، فيعني لا حاجة مشرفة طبعا. شفنا برضو المشاهد لما منتخب مصر وصل، قد ايه كان في ناس بتحييهم وانتظراهم في المطار، حاجة كانت فعلا حلوة. يعني زي ما بتقال كده روح المدرجات رجعت مرة تانية، واحنا عايزينها فعلا ترجع تدريجيا حتى لو ده هيكون مقبول، علشان طبعا اللي حصل والكورونا، وهنتكلم عن كل ده معانا اخبار كتيرة النهاردة خاصة ببرضو كوفيد والجديد فيه.